اسمع دقيقة طاهر 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 اسمع ايش يقول طاهر قبل ما تروح امان اسمع ايش يقول ابي شاين طيب اسمع ايش يقول اسمع ايش يقول ايش قال يقول اعتذر بعقالك وانا وش ارد عليه لا تنزل عقال ايش قلت لا تمزح اي ولا تمزح اي لا تمزح يلا لا تمزح يلا هناك تمزح لا تبدد كل عقالي وغترتي طيب يلا تت عقالي لا تبدد عليهم ما لطك على اذنك تت تت يلا يلا لا تجي جنبي لا بجلس وانا جالس هنا قبل ما تجي ينقل هناك هذا محلي روح 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 هناك روح لا تجي جنبي انا جالس هنا قبل ما تجي انت ترى خدمتك 14 يوم والله العظيم عيب حتى اقعد والله العظيم يا ولد اعوذ بالله سكسوكتي اشهر منك سكسوكتك ما شهرها الا انا حتى راسمها على الجدران بسم الله العظيم طيب لا تسولف معي قول ارقام سطحات ما اكلمك انا اكلم الكاميرا لا تسولف ما حد كلمك يا المريض يا المعوق ارخم والله ان عاد سحبت عقالي مره ثانيه بيطيح على الارض ان اخذهم ما ارد ما ارد على راسي لا تتكلم لا تتكلم انا ما ابي اسولف معك لا تبدي يدك على عقالي مره ثانيه حرقتك اذا تبغى تعرف علوم الرجال انا اعلمك بها احنا ابو سمره ما له امراه كان اذا انكر ما عليه علوم الرجال عنده ابو حرمه هلامتن قلت الفروش حروث بالله ما عجبك ما يجلس قم على الباب الباب اطول من ابو سلطان مرتين حطوا الباب عشان ابو سلطان لا جاء ما يدنك حتى ابو سلطان ما سلم منك مالك دخل ما انت بلسان ابو سلطان انت موكل له ما عجبك الجلسه اللي انا فيها قم اظهر اعوذ بالله يا عزتيكم والله يا الكويت والله العظيم الظهري بكنسل جاي اهل الكويت عشان لسلمك خلاص ما انا بجاي خلاص انا اكلمك يا ولد خلاص اكلمك اكلمك مجلس ابوك ولوت مجلس ابوك مجلسك ايه ها مجلسك ايه خلاص لو قد هو مجلس اجلس في المكان اللي انت بيه لا تجلس في المكان اللي انا بيه سلب سلاب اللبس الثياب اعطيتك وجه والله اعطيتك وجه وجه ولا شاحن ها والله اعطيتك وجه شكرا اذا اعطيت بزر وجه يا بسوي بس تعطوا يا جمهور شوفوني صد صد ضرب لي بعقاله انا عشان يدرون اني انا معنف معنف ايش فيك يعني سعود القحطاني انت ترى معنف ما تقال له شلبس ايش في سعود القحطاني تسوي نفس سعود القحطاني يعني من هو سعود القحطاني جاوب من هو سعود القحطاني عمك لا تسولف معي طيب ليش تسالني تقول هذا شيك وجود ما بين حصان يشبه بحصان يعني سعود حيوان لا انت انت انا قلت حصان شبهته بحصان لا سعود مهوب ما هو بنزان مو بحصان وشو رجال طيب نعم انا حصاني وجوازات نغرات مدنية كلها كان فيها المهم يأتي دفاع مدني يطفي الموتر